إليك يا أمي قبلات بعدد المخلوقات، وأعظم التحيات والتمنيات. يا أول حب في حياتي، حبك متدفق في دمي ولن ينتهي إلى الممات. مهما تكلمت عنك ولكن تعجز الكلمات عن وصف أم ليست ككل الأمهات. في 12 مايو سنة 1907 اتقدمت أنا جارفيس بطلب للمسؤول عن ولاية فيرجينيا لإقامة أول احتفال بيوم الأم علشان تحتفل بذكرى ميلاد والدتها وتعرف الناس كلها قد إيه والدتها كانت عظيمة. والراجل الصراحة مرضاش يحرجها، كان كل ذوق وأدب ووافق على طلبها. تقوم أنا تسكت بقى وخلاص وتعدي اليوم على كده؟ لأ طبعا، تسكت إزاي؟ دي بدأت بحملة علشان تخلي يوم الأم معروف في الولايات المتحدة الأمريكية كلها، وبالفعل نجحت حملة وانتشرت في الولايات. واحنا طبعا كعرب اي حاجة الغرب بيعملها لازم تطير وتنزل عندنا، بس بنطبقها بطريقتنا. واول واحد فكر في يوم الام في الوطن العربي كله كان الصحفي المصري علي امين، مؤسس جريدة اخبار اليوم مع اخوه مصطفى امين، علي امين ومصطفى امين، اللي كان بيقدم مقال يومي هو واخوه اسمه فكرة، وكان عبارة عن عمود موجود جوه الجريدة. طرح فكرة الاحتفال بيوم الام وقال احنا ليه ما نخليش يوم واحد في السنة نسميه يوم الام خليها فكرة عامة في بلاد الشرق كلها. الحكاية بدأت ان في احد الامهات زارت مصطفى امين في مكتبه وحكت له قصتها، وان هي ترملت ولادها صغيرين وما تجوزتش وعاشت تربي اولادها، وفضلت تربيهم لغاية ما تخرجوا من الجامعة وتجوزوا واستقلوا بحياتهم ومحدش عبرها. فكتب مصطفى امين وعلي امين في العمود الخاص بيهم فكرة ان هم يعملوا اليوم ده علشان يعرفوا الناس قد ايه الست دي تعبت ويعرفوهم كمان بفضلها. وبعدها مصطفى امين وعلي امين اشتغلت عليهم بقى جوابات من كل مكان، كل واحدة بقى بتحكي قصتها وان هي تعبت قد ايه وشاقت قد ايه، والفكرة انتشرت في المجتمع بصورة كبيرة جدا. وبعدها اقترح البعض انه يخصص اسبوع كامل مش يوم واحد بس في السنة، ورفض الفكرة ناس كتيرة بحجة ان السنة كلها للام مش اسبوع واحد بس. واغلب المتابعين للجريدة وافقوا ان هي تكون يوم واحد في السنة، وبعدها تقرر يوم 21 مارس انه يكون يوم للام. ويوم 21 مارس هو اول يوم في فصل الربيع علشان يكون رمز للصفاء وللتفتح وللمشاعر الجميلة. في الاسلام بقى العلماء اجمعوا ان الاحتفال بعيد الام بدعة وملوش اي اصل من الدين، وهو تقليد اعمى للغرب ليس الا، لان الاصل في تعليم الاسلام الاهتمام بالام بيبقى طول السنة وطول العمر بر واحسان، وفي كل وقت وفي كل لحظة كمان. والثابت بالتجارب من ساعة ما اخترعوا الاحتفال ده ان كتير من الابناء بيهجروا الاباء والابناء طوال العام، وبيفتكروهم وقت الاحتفال بس علشان الصور والسيلفي والحالات الواتساب والفيسبوك والحاجات الحلوة بتاعتنا دي. هنيجي بقى للناحية الاجتماعية، الام تربيتها بتنعكس على المجتمع اذا كانت بالسلب او بالايجاب، فلازم الام تكون قدوة حسنة لاطفالها علشان بيقلدوا كل تصرفاتها وكل خطواتها اللي هي بتعملها. وبيترتب على الام مسؤوليات كبيرة في المجتمع، من ضمنها دورها كمعلمة. الدور التعليمي للام مهم جدا، وعالم النفس البشري كيفن ماكدونالد عمل دراسة عن دور الاب والام وقال فيها بان الام مندمجة مع الاطفال بصورة كبيرة في التربية والتعليم، بحكم ان هي اغلب الوقت بتكون قاعدة معاهم، وبتبقى الام مدرسة فعلية في البيت بتعلم اولادها ازاي يحلوا المشاكل لو وقعوا فيها اكتر من الاب. نيجي بقى لدور الام كمسؤولة. بتقوم الام بطبيعة الحال بوضع ورسم القوانين للاطفال وبتعلمهم السلوكيات الصح، وكمان عندها القدرة امتى تكافئهم وامتى تعاقبهم لو محدش سمع كلامها ونفذه. والحدود اللي حطاها الام دي لو كانت صح اكيد هتخرج لنا اطفال فعالين في المجتمع. دور الام كمطمئن. عالم النفس البشري جون جوتمان عمل دراسة عن غريزة الامومة، اللي اظهرت نتائج دراسته ان غريزة الامومة دي بتزداد مع الطفل نفسه. فلما الطفل بيواجه موقف غريب او مخيف بالنسبة باله، بتبقى ردة فعله الاولى حكته لامه، وعلشان كده من واجب الام ان هي تشعر اطفالها بالطمأنينة الجسدية والنفسية، وبيظهر حنان الام فعلا في المواقف اللي بنواجهها يوميا في حياتنا. نيجي بقى لاهم دور، هو دور الام كداعم للاسرة كلها. بتحاول الام بكل السبل ان هي تحمي جميع مشاعر الاسرة، وبتكون حريصة جدا لقدر الله ان مفيش اي حد فيهم يحصل له اي نوع من انواع الاذى، وبتداوي الام جروح اطفالها العاطفية والجسدية، وبتبذل الام
الأم أقصى جهدها لتحسين حياة أطفالها، وبتقدم تضحيات كبيرة جدا علشان تحافظ على ده. وكمان قدرة الأم على المسامحة بتكون كبيرة جدا وعظيمة، وواجب كمان على أطفالها إن هم يسامحوها في كل قراراتها حتى لو مش عاجباهم. الخلاصة بتتلخص إنك مهما قدمت من تضحيات من وقت ومجهود وكلام ومشاعر علشان تنال رضا الأم، اعرف إنك مش هتوفيها حقها معاك مهما عملت. وعلشان نتكلم عن فضل الأم مش هيوفينا مئات الحلقات. افتكر وانت بتخصص يوم واحد بس للاحتفال بعيد الأم في السنة تبقى غلطان، علشان وجود الأم في حياتك كل يوم ده لوحده عيد. وما تنساش كمان يا صاحبي وانت بتحتفل بعيد الأم ما تقفرش منك، علشان الناس اللي حواليك أكيد في منهم أمهاتهم مش معاهم. وخاف كمان على إحساس الأمهات اللي مات أبنائهم أو هجروهم ومش معاهم في اليوم ده. أنا خلاص خلصت. السلام عليكم.